تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هيكون معانا مواهب كتيرة مجال الفنون الشعبية. ودلوقتي معادنا مع محافظة الإسماعيلية. الهلال الله الله فرحنا الله الله هالهلال الله الله والكل متهني وفرحان. صلي شوق وصل ورمى الشباك والحب حينور بساتين. فرحنا له الله الله هالهلال الله الله وفرحنا له الله الله هالهلال الله الله والكل متهني وفرحان. الله الله ألف مبروك أبو عمر. الله 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 كان الهنا يخطر ويميل، كان العريس يخطر ويميل، وانا اللي في القلب داريت في عيونه شفت الشوق والليل، في عيونه شفت الشوق والليل، ومن حنا القلب سقيت وبيوعدني الله الله راح يساعدني الله الله وبيوعدني الله الله راح يساعدني الله الله والكل متهني وفرحان. بعد كل الشوق أوهم افتح ونور يا زمان، شفت جماله الله الله قلبي نداله الله الله، شفت عريسنا الله الله قلبي نداله الله الله، والكل متهني وفرحان. بعد كل الشوق أوهم افتح ونور يا زمان، شفت جماله الله الله قلبي نداله الله الله، شفت عريسنا الله الله قلبي نداله الله الله، والكل متهني وفرحان. بعد كل الشوق أوهم افتح ونور يا زمان، شفت جماله الله الله قلبي نداله الله الله، شفت عريسنا الله الله قلبي نداله الله الله، والكل متهني وفرحان. سال جميل ألف المبروك صحبة جمعت كل حبيب، عريسنا يبقى أخونا وأخو، ولما جه وخبط على الباب فرحنا له الله الله هالهلال الله الله، وفتحنا له الله الله هالهلال الله الله، فرحنا له الله الله هالهلال الله الله، وفرحنا له الله الله هالهلال الله الله، وفتحنا له الله الله هالهلال الله الله، وفرحنا له الله الله وفرحنا له الله الله.
علوا المزيكا شوية يا جماعة، علوا المزيكا شوية، علوا المزيكا شوية.
خليكوا على المسرح بقى، خليكوا ما تخرجوش. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. اسماعيلية حلوين قوي. الولاد والبنات حلوين قوي، عاجبني الولاد والبنات، طاقتهم حلوة جدا على المسرح، بيحبوا الشغل، بيرقصوا باستمتاع. الكلام ده وصلني. شكرا يا دكتور. اكيد وصل للجنة. شكرا للجنة كلها. شكرا يا دكتور. الرقصات كلها حلوة، بس انا اللي هي صراع النفس الاخراني ده كويس حيرني شوية الفكرة. يعني لو عايز تقول لي حاجة على الفكرة قول لي. اقول لك يا دكتور. انا جه في دماغي ان الصراع النفسي ده اللي هو بيحصل في البني ادم اللي احنا بنشوفه، يعني انا كنت منيمه اللي هو شافه طول حياته طول اليوم، فهو بيحلم بيه اللي هو حبيبته، صاحب السوق، صاحب الكويس، صحابه البنات اللي بيروحوا الديسكو والنت، وفي الاخر هو ده كله بعد عن ربه، هو اللي وصله في الحاله اللي هو الصراع اللي هو فيه ده. لا، علشان ايه؟ في جزء دخلنا فيه جامع، وفي جزء اللي هو بتاع الانترنت. الجامع ده هو الفيديو نزل غلط. فانا ما فهمتش ايه اللي دخل الجامع في الموضوع اللي احنا بنتكلم هو فيه. هو ده المفروض الصالح، الفيديو اللي نزل غلط. طيب ما هو بقى بص بقى في المشاريع بقى او في الرأس الحر، خد بالك في الفيديو بروجيكتور بقى او في الليد سكرين مهم جدا بقى، لانك بتلخبطني. انا ببقى خلاص ربطت ما بين المسرح والليد سكرين، واخد بالك؟ لما بتقوم انت حاطط صوره غلط بتقوم ايه ما تضيع مني الفكره. والله يا دكتور ما فهمتش. انا اقول لحضرتك ما فهمتش ايه المقصود. انا معاك يا دكتور في اللي حضرتك بتقول. احنا قعدنا امبارح واعتمدت على الراجل الصالح. فالراجل الصالح انت لسه بتعمل الشغل لغايه امبارح ده كلام؟ اه والله. اقول لك يا دكتور ليه؟ احنا طالعين من مهرجان اسماعيليه يوم 8. جينا من مهرجان اسماعيليه على هنا على طول. رقصته حلو الحمد لله. ماشي. كنا بنمثل الوزاره في المهرجان. طيب هايل تستاهلوا. الله يخليك يا دكتور. بص انا عموما الولاد عاجبني جدا، البنات حلوين قوي، البنات والولاد حلوين جدا وبيرقصوا مستمتعين. ده اول حاجه. تاني حاجه عايز اقول انه في انا حتى كنت لسه بقول للدكاتره والاساتذه دلوقتي في حكايه انه دلوقتي عندنا فرق قويه قوي، انتوا واحده من الفرق القويه. الف 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 شكرا يا دكتور. الف الف شكرا يا دكتور. الف يا دكتور. شكرا جدا. وبعدين شايف انه مدن القناه برضو عامله جو جامد، يعني بورسعيد قويه جدا، اسماعيليه، ما شفناش سويس، بس كان في سويس. كان في سويس. لا يبقى اسماعيليه وبورسعيد هم اللي كانوا، يعني مش عارفين نقول لك ايه يا دكتور على الكلام الجميل ده. والله لا انا ما بجاملش حد يا عمي. انا عارف والله يا دكتور، عارف والله انت حافظني. بص يا دكتور احنا نعرف بعض من زمان. بص يا دكتور اختلفنا كتير انا وانت بس. ماشي. شوف لما يبقى حلو يبقى حلو. ما حدش يقدر يقول غير كده. بس فانتوا حلوين قوي النهارده، برافو عليك. شكرا. ازيكم شباب؟ الله يسلمك يا دكتور. طبعا الف مبروك على الشغل، شغل حلو قوي. الله يبارك. شغل على ميه بيضة حلو قوي. شكرا. التكنيك معمول كويس، تدريب معمول كويس، حضرتك المدرب تدريب معمول كويس. انت عارف حضرتك لو مصمم هايل ومعاك مدرب مش كويس شغلك كله بيقع في الارض، فانت معاك مدرب حلو قوي، برافو عليك. شكرا يا دكتور. الولاد هايلين، البنات هايلين، البنات حلوين قوي على فكره، وعندهم قوه كده في الشغل، وعندهم التزام بالصفوف، التزام بالحركه، التزام بالايد، وده حاجه مهمه قوي قوي في التكوينات الجماعيه لانها بتطلعها بيرفكت
فبتبقى حاجه حلوه جدا. شكرا يا دكتور. بالنسبه للرقصه الاخرانيه حضرتك انا فهمت حاجه تانية طبعا، انا فهمت ان الواي فاي هو اللي عامل مصيبه في الدماغ، هو اللي عامل في ال في ال ايوه صح يا دكتور، تصرف الشباب كله يعني صح يا دكتور. والبنات ادوا كويس قوي، البنات كويسين قوي على فكره، مؤديين هايلين. الولد اللي في النص بيرفكت بيرفكت طبعا. انا بعذرك انت يا عيني عملت الزحلق من شايفينك الحقيقه، احنا الثلاثه عمالين نقول يا اختي يا اختي هيقع في الارض، فكان نفسي طبعا تلبس جزمه ثانيه بس انت عايز تلف. انا عارفه ان الحاجات دي مش هتلففك، في طبعا نوع من الجزم ثانيه بيترقص بيها الجاز اللي هي الكابيزيو، معرفش دي موجوده في مصر ولا اذا كنتوا بتسافروا الصين ولا حاجه، كل واحد فيكم يشتري واحده هتقعد معاه بالخمس ست سنين، اسمها كابيزيو، دي ممكن تشتغل بيها، هي بتشد مشطك وفي نفس الوقت ليها كعب وفي نفس الوقت تقدر تلف وتعمل كل حاجه بيها، وتقع في اعتباركم دي. طبعا استخدامك للتليفون كان هايل بس بخيل. انت بخيل. ليه عاوز الم الحكايه في خمس دقايق. ايوه بس انت لما بتعمل تاتش كده لازم تريحني يعني، تديهوني بس طويل شويه، حاجه طويله حركه تعمل اي حتنف اقفل النور اعمل حركه كده مش كده ولا ايه؟ حاضر يا دكتور. وانت شكلك بيفكر يعني، واضح من الرقصه انك انت بتفكر مش قاعد ساكت يعني، مش رامي حاجه كده على المسرح وخلاص. فبهنيكوا تاني كلكم عايزين نعرف حضراتكم اسم البنوته اللي لابسه بامبا. بامبا وام ايه؟ وقام عزمي والولد اللي في النص برضه كريم محسن. كان في ولد في الاول مش عارفه مين فيكم بقى انت، فاني رقصه يا دكتور في الاول خالص كان واقف في النص في الدايره لما عملوا دايرتين هو بقى. انت برضه طبعا الف مبروك لحضرتك. الله فرماوي الزهايمر فرماوي. هي خلاص الدكتوره احلام قالت، علشان انا شايف البنوته اللي لابسه بينك دي من اول البتاع وكنت شايفها شاطره جدا يعني، هي برافو عليكي. طبعا الولد هايل بس هي البنت اللي لابسه بينك ايه انت اسمك ايه معلش؟ وقام عزمه. وقام يعني ايه وقام؟ ايه يا سلام، بس ما فيش ولا هدوء ولا سكينه خالص في الموضوع، بس ماشي خالص. شكرا يا دكتور، معلش دايما انا اخد من وقتك شويه. مساء الخير يا شباب. مساء الخير يا دكتور، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. كنت بتعمل ايه في الاسماعيليه؟ اللي جه فرقه الاسماعيليه هنا. لا مش كنت بتمثل ايه في المهرجان؟ في المهرجان شباب الرياضه. والله عادي. والله. طب خلاص يعني. لا. دول مراكز فنون بتوع شمركس. دي مديريه شباب الرياضه بتمثل باسماعيليه في المهرجان. ماشي ونازله كده برضو علشان برضو اللسان يعني ممكن بيقول حاجات يعني، بس هم مراكز فنون. مراكز فنون. تمام ماشي يا معلم، ماشي كويس. انتوا يعني فرقه بتتطور برضو من الفرق الجميله، واديته كويس في رقصه النوبي. كنت بخيل شويه فيها طيب يعني، شويه قفلت على صبعنا زي ما الدكتوره قالت. فجاه لقينا الرقصه خلصت خمس دقايق يا راجل. خمسه ايه ده؟ خمسه لحاجه بسيطه بس يعني، كنت شويه يعني. وانت برضو يا شريف من الناس اللي الافكار الخطوات بتغلب عن الفكره يعني، على مدار الايام اللي فاتت قلت لبعض زمايلك وزمايلي برضو الملحوظه ديت، الرقص بيغلب عن الفكره، فحاول ترسخ الفكره اكتر في الرقصات الشعبي. انا عارف انك عندك ميول للرقص المعاصر اكتر، ودوت طبعا حاجه يعني كويسه، ولكن خليك في الرقص الشعبي، دخل الفكره اكتر كمان. ماشي. كويس الفكره اللي الموضوع يبقى فيه استضاح شويه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. اولا انا عايز اشكر الاولاد دي كلهم. انا بشكرهم طبعا، وبشكر عادل كمان، شغلك واضح يا عادل. الله يخليك. اضحك، ما انا عارف. انا بس علشان يعني اقول حاجه بس للاولاد، الاولاد دي كل حضراتكم اللي شفتوه اللبس والكلام ده والتعب من مواجهتهم الذاتيه. يعني احنا كنا في الحنه في دماغنا ان احنا نجيب فانوس حنه ونجيب كراسي. تمام. امكانيات في المديريه ما فيش،
كل الاولاد دي انا بحييهم ان هم تعبوا. طبعا معنا. طبعا كلنا بنصرفوا من جيوبهم وعملوا من جيوبهم. لا كلنا بنحييهم طبعا. انا كلنا عارفين دوت وده ملحوظ وهم مصدقين دوت زيه. على فكره برضو الدكتور قال انتوا والاسماعيليه ومدن القناه واسكندريه متفوقين ان مخلين الولاد يصدقوا بيعملوا ايه. انا كنت ببص على اخر صف في الـ في الـ في الرقصه الثانيه النوبي كمان الاخر حد ورا بنوته شغاله بانفعال ومصدقه. فده كويس قوي انه يوصل يوصل ده. الغنوه بتاعه بتاعه الحنه مين المطرب؟ حسن سعد عندنا مطرب. صح مش كده برضو؟ مش تمام إيه؟ انا قلت كده بس كنت براهن نفسي يعني ان هو حسن سعد. اختيار موفق جدا للحنه ويعني ربنا يكرمه يعني الله يرحمه من فتره قريبه مش كده؟ ربنا يرحمه. الرقصة الأخيرة طبعا الأساتذة قالوا بما فيه الكفاية فيها بس استمروا على كده وشكرا أمتعتونا. شكرا لكم. واحدة ناوية يا ناوية واحدة. عايز إيه؟ حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام شايل أحلامنا على جناحك طاير في السماء حمام حواديت بتجيب حواديت أحلى والكلمة